النقطه واحده اخا عافاك بغيت ناكد عليها هي الماء، الشريب الماء، هذوك اللي تيكونوا دايرين داك الماء وتيكون عند الاجر تيسقيو المصلين عافاك، اما يكونوا داك الكيسان اللي تيتبدلوا، هذه يمكن صعيبه علينا حنايا، ولا كل واحد يجيب مع كاسو. وانا قلت بلاش داك الماء نجيب قرعتي ديال الماء، كل واحد عنده القرعه ديال الماء، المالو الماء ديالو يشرب منها ويحاول عندك تهرق له. المهم هذه دونك هذه النقطه، كاين نقطه اخرى هي الناس اللي تيجيبوا وليداتهم للمسجد. انا تنقول مزيان واحد يجيب وليدات للمسجد يشوفوا داك الصلاه، ولكن قبل ما نجيبهم ندير لهم درس. مسجد مكان مقدس، ما خصناش نديرو لوتوه سواء بالوسخ، كلي تيجي بماكله كي تيبغي يفطر دابا في المسجد، لا فطرت خصنا نعمل الاحتياطات الكافيه ما نوسخش المسجد. ولا وليداتنا جاو معاهم عندك يوسخوا المسجد، ولا يمكن تجيب وليد رضيع ويمكن يطبع بالنجاسه، يعني هادشي خصنا نحرصوا عليه مهم. ولا كلي تيلوت بالضوضاء، ناس تصلي واحد تيبكي ولا تيغوت، هادو لا، زعما حقيقة احتراما للمصلين باش ان شاء الله يكون داك الجو روحاني، وباش شي حاجة اللي تشوش على الخشوع على تدبر القرآن اللي قلنا. إذن هذه مسائل نصائح بالنسبة للمساجد، وكذا الناس اللي تيجيو بالسيارات، كاين اللي تيجي وتيجي معطل ويحط لك السيارة يشد على واحد آخر اللي جا بكري، ومني تيجي يخرج لاخر تيصيب لاخر مبلوكي، يعني عافاكم تا باش نحطو يعني السيارة ديالنا ستاسيونمون، خصنا مكان لي ما نأديو تا واحد، وباش يكون ممنوع ويادم شي بكري الصلاة، ولا يعني ما خصناش هاد القضية شحال من واحد تيخرج تيصيب شي واحد شاد له الطريق خصو يبقى يساينو، وغتيمكن يكون سبب هادشي ديال الدباز وكذا. وحنا يعني هاد المسائل راه حضارية وفيها حب الوطن وفيها تمثيل الاسلام خير تمثيل. حنا ديننا دين الاخلاق ودين النظام ودين الاحترام، وهذا الشيء خصنا نطبقوه في رمضان اكثر من الايام العاديه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.